ممكن تكون فيها إنجاز أو أي حاجة ممكن يحس بيها المواطن. بس حتى الغريب حملة 100 مليون صحة لكل مصري أيا كان انتمائه بتفاصيله، يعني من حقه يستفيد منها. يمكن لفت نظري امبارح تقرير أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيتكلم فيه عن حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق في 2018. التقرير ده فيه أرقام بتلخص حجم الشائعات والقطاعات اللي استهدفتها، وأنا في رأيي إحنا لازم نقف كتير جدا عند ليه القطاعات دي تحديدا. في مقدمة القطاعات قطاع التعليم نسبته كانت 21% من حجم الشائعات خلال السنة اللي فاتت، اللي وراه على طول إيه طبعا المام التموين بنسبة 17%، وبعد كده الاقتصاد بنسبة 15%، الصحة بنسبة 12%، بعد كده التضامن الاجتماعي 6%، ثم السياحة والآثار بنسبة 5%، والإصلاح الإداري 5%، الإسكان 5%، الوقود والطاقة 4%، والنقل والمواصلات 3%. بصوا حضراتكم، هي القطاعات اللي بتمس حياة المواطن.